السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة معانا وصفة حلوة قوي لإزالة الشعر في المناطق الحساسة. الوصفة بتاعت النهاردة سهلة قوي وبسيطة وغير مكلفة خالص زي ما انتوا شايفين. ديت عبارة عن الفحم بعد ما بتشوي، بيبقى فيه زي التربة الناعمة بتاعته ديت. هي وصفة جميلة جدا وناس كتير جربتها وبتشكر فيها. الوصفة بتاعتنا النهاردة ان انتي هتجيبي بعض الفحم اللي احنا شايفينه دوت، وهتعملي ايه؟ هتصفيه كده، تصفيه بالمصفى وتاخدي التربة اللي هي الناعمة قوي بالشكل ده، هتصفيه كده كويس قوي. شفتي التراب اللي احنا انت شايفاها دي؟ التراب الناعمة ديت بتاخديها كده وبتضحكي بيها المنطقة اللي انت عايزة تشيلي منها الشعر قبل ما تشيلي الشعر. بتفضلي تضحكيها كويس قوي قوي بالمنظر ده، تفرقيها كده بالشكل ده، طريقة جميلة جدا وجربناها وكانوا بيستخدموها ناس زمان في اسمهم البابولية. وبعد كده بتجيبي بقى تزيلي بقى الشعر بالشكل ده كده، طريقة جميلة وفعالة وهتعجبكم ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو بتاع النهاردة ومن الطريقة بتاعتنا. واذا عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لي سبسكرايب وشير عشان يوصل لكم كل جديد، وتشتركوا في قناتي. وكانت معاكم جيجي من قناة جيجي كل حياتي. باي.